فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أنما هو إله واحد إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله.